النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة. كل اللي فات ده كان حمادة، واللي جاي حمادة وكاتيجوري. كل اللي فات ده كان كاتيجوري من السيرفيس، واللي جاي كاتيجوري تاني خالص. والقصة الكاتيجوري الجديدة دي طلعت يعني من لعبة كده. الناس كانت بتلعب في السيرفيس، عملت حركة معينة، طلع معانا سيركتس كتير جدا بتركي. هنشوفها كمان شوية. فاحنا كل اللي فات ده كنا بنتكلم عن حاجة اسمها الكومبينيشنال سيركتس. النهارده هنبدأ نتكلم عن حاجة اسمها سيكوينشال سيركتس. طبعا ده كله لوجيك سيركتس، الاثنين لوجيك سيركتس يعني. بس قبل كده كان اسمه كومبينيشنال، والمرة دي اسمه سيكوينشال. طب ليه؟ وايه شرح الحاجات دي؟ ده هنشوف في اخر المحاضرة. بس هنبدا نتكلم عن كومبوننت جديد زي ما احنا مشينا قبل كده. كومبوننت مختلف اسمه الاوسيليتر، وهنشوف الامور هتمشي معانا ازاي. في حد جه قال لك ايه؟ قبل ما نتكلم عن الاوسيليتر خلينا نتكلم عن حاجه انت عارفها، حاجه اسمها البي دي او البروجيشن دي، صح كده؟ البروجيشن دي معناها ايه؟ معناها ان انا لو عندي مثلا انفرتر بالشكل ده، انفرتر او اي حاجه ثانيه، خلينا نتكلم عن الانفرتر بالشكل ده. لما بحط انبوت هنا بيطلع عدد اوتبوت بعد وقت قد ايه؟ اكيد ما بيطلعش شخصيا في نفس الضغط، اكيد بياخد وقت معين كده لحد الانبوت تاثيره ما يطلع على الاوتبوت. فده اللي احنا بنسميه بروبيجيشن ديلي، صح كده؟ فلو انا افترضت ان ده الرسمه بتاعي الاكس اللي هو الانبوت بتاع الاخر، الاكس بتاعتي كانت ماشيه صفر كده وعند لحظه معينه قلبت من ايه؟ واحد، وبعدين عند لحظه معينه قلبت صفر كده. افترض معايا ان ده اللي كان داخل هنا كده. يبقى لو احنا حاطين نرسم دايجرام زي ده كده نسميه تايمنج دايجرام للاول بقى هيبقى بالشكل ده. بص كده في البدايه خالص ده كان صفر، فدي تبقى الانفرت بتاعها واحد. عند اللحظه دي اتقلب. فمش لحظيا كده هيتقلب، لا ده هيقوم ايه؟ بعدها بشويه كده حاجه بسيطه كده، ده بنسميه بروباجيشن دي، سميناه هنا ايبسلون 1. فقلب من واحد الى صفر، تمام كده؟ وفضل بقى ايه صفر مقابل الواحد ده لحد هنا. في اللحظه دي قلب ايه؟ من واحد الى صفر، قلب اهو. التاني الاول بتاعك ايه؟ من صفر الى واحد، بس بعد بروباجيشن ديلي تاني اهو سميناه ايبسلون. يبقى النقطه دي حاجه قديمه، بس احنا بنأسس حاجه. فعندنا اثنين بروباجيشن ديلي، واحد اسمه ايبسلون 1 وواحد اسمه ايبسلون 2. مش شرط يكونوا الاثنين شبه متساويين، هو ده الطبيعي اصلا ان هم ما يكونوش متساويين، وهناخدهم بشيء بالتفصيل من بعد كده. بس بنسمي ان في واحد منهم بروباجيشن ديلي علشان الاول يتحرك من واحد الى صفر، وفي واحد بروباجيشن ديلي عشان الاول يتحرك من صفر الى واحد، تمام؟ فده كلمة بروباجيشن دي، وده ايه؟ بنسميه تايمنج دايجرام. تايمنج دايجرام يعني تغير الانبوت مع التايم، خلى ازاي تغير الاوتبوت مع التايم في شكله عامل ازاي. فلو احنا جينا بقى في حد جه ايه كان بيلعب كده في الدوائر وقال لك زي ما احنا كلنا بنلعب، ممكن تجيب مثلا انت مشترك طويل كده وتقوم واخد الايه السلك وتحطه في المشترك، تاخد الفيشر تحطها جوه المشترك، يعني تلعب كده. واحد كان بيلعب برضه قام واخد الانفرتر وعمل كده، قام واخد الاول بتاعه وقام موصله على الانبوت. بس لا يا معلم، طلع ورانا حاجات كتير جدا بناء على الحركه دي، ودي عملت كاتيجوري جديده من الايه؟ من السيركتس اللي احنا بنتكلم فيه. ايه اللي حصل؟ قال لك احنا عملنا حاجه اسمها فيدباك. الفيدباك ده اصلا ازاي؟ الفيدباك يعني الفيدباك ده كونسيبت موجود في مواد كتير او في علوم كتير، برضه بيتبني عليه جزء كبير من العلم. فده ايه؟ فيدباك اهو، بكل بساطه خدت بصمه من الاول وحطيتها للانبوت تاني. فخلينا بقى نفترض، خلينا نرسم الدايجرام بتاعها كده ونشوف الوضع عامل ازاي. فقال لك افترض معايا انه عند اللحظه صفر دي كان الانبوت او الاوتبوت ده بصفر. طيب هو في البدايه بقى بصفر ولا بواحد؟ انا هعرف ازاي؟ قال لك الدايره اللي بيبقى فيها فيدباك دي انت تقوم موصل لها الكهرباء. وانت حظك بقى، ممكن تبدا في الاول بصفر وممكن تبدا في الاول بواحد، بناء بقى على شويه ديليز، بناء على راندم، بناء على نويز، حاجات معينه
يبقى في طريقه ان انت احيانا تعمل سيت انيشال ستيت، بس انيشال ستيت لو انت مش عامل الطريقه بتاعت ان انت تعمل سيت انيشال ستيت دي انت خسر. افترض ان هي في الاول طلعت صفر، فدي طلعت صفر هنا عند النقطه دي. الصفر ده هو نفس الصفر ده بعد مده معينه اللي هو البروباجيشن اللي انا بتكلم عليه على ايه؟ على الانفرتر. الاوت ده هيتغير، دي بقت صفر، المفروض الاوت تتغير يبقى واحد، صح كده؟ فده الوقت بتاع ايه؟ البروباجيشن دي اتغير بعد فتره معينه، ده كده بقت واحد، واحد اهو اخذ فتره معينه وقلب صفر تاني، ده بقى صفر، بعدين بقى هكذا وهكذا وهكذا. طلع معانا حاجه اسمها الاوسيليتور، حاجة تطلع وتنزل كده إلى ما لا نهاية، مفيش حاجة بتبقى يعني في أي كونديشن كده ممكن تحطه على مفيش، يا خلاص الدايرة دي بالشكل ده هتفضل. لو أنت جاي تقرا النقطة دي كده وتروح تبص النقطة دي على الآخر مثلا وقمت تقرا النقطة دي هتلاقيها صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد. دي اللي الناس تسميها كلوك أو الأوسيليتور، يعني حاجة كده بتطلع صفر واحد وتسليت ما بينها طبعا بفاليو معينة أو فريكونسي معين، كانها زيها زي السيجنال بتاعت الايه؟ بتاعت الجسم. فلحد دلوقتي ده اسمه اوسيليتور، فحد جه قال لك طيب ده ناتج من ايه؟ من انفرتر واحد. طب خلينا نعرف عدد الانفرترز. لو انا خليتهم ثلاثه مثلا بالشكل ده. ادي واحد اثنين ثلاثه، ودي سميت النقطه دي بي، وسميت النقطه دي سي، وسميت النقطه دي كلها ايه؟ ده سيت واحد، فكان يقول ده سميت واحد، سميتها ايه؟ وبرده انت موصل الكهرباء وطالع معايا الانيشال ستيت فور اكزامبل ان الاي 1، طالما الاي 1 يبقى الانيشال ستيت يبقى البي صفر، وطالما الانيشال ستيت البي صفر يبقى السي اكيد 1. الانيشال ستيت برضه لازم تكون ضافه مع بعض. افترض ان الانيشال ستيت بتاعتك بالشكل ده. طيب عند النقطه دي كده بعد 1 بروباجيشن ديلي، مفترض معايا ان الثلاثه دول يكونوا نفس البروباجيشن ديلي. مفترض ان كل جوه كل انفرتر يبسلون 1 بيساوي يبسلون 2 عشان بس نسهل الموضوع. فعند ايه؟ عند النقطة دي كده بعد 1 بروباجيشن ديلي المفروض البي تتغير بعد 1 بروباجيشن ديلي، صح؟ فتطلع بالشكل ده اتغيرت كمان. لما اتغيرت عند النقطة دي كده المفروض السي برضه تتغير كمان بعد 1 بروباجيشن ديلي. تاني. واخد بالك؟ الايه زي ما هي ما اتغيرتش. وده قلب هنا بعد 1 بروباجيشن ديلي طلعت السي اتغيرت. ده اللي هو مؤثر على ايه؟ ان السي بعد 1 بروباجيشن ديلي خلي الايه؟ مقلوب وهكذا. وهكذا وهكذا، فهتلاقي في الاخر ان انت برضه ده بيتكرر كده بس المسافه اوسع شويه. فزودنا البيريود بتاع الاوسيليشن او قللنا الفريكونسي بتاع السيجنال. مظبوط كده؟ فبعد الاوسيليشن بتاعك بدل ما كان بياخد 1 ايبسلون زي قبل كده بقى 3 ايبسلون اب و3 ايبسلون داون، يبقى البريك بتاعتك كلها 6 ايبسلون. مظبوط لحد دلوقتي؟ طيب طب انت دلوقتي حطيت مره 1 انفرتر ومره حطيت ثلاثه، طب ما جربتش اثنين؟ خلينا نجرب الاثنين انفرتر مع بعض يعملوا عاملين ازاي؟ فلما جينا نجرب الاثنين انفرتر ما طلعش معانا اوسيليتور. طلع معانا حاجه اسمها باي ستيبل ايلمنت، او يعني باي ستيبل كومبوننت، او سيركت باي ستيبل، يعني ليها حاجتين للاستقرار. الحلقه الاولانيه بقول لك افترض بعد ما انا حطيت اثنين انفرتر كده وتوغلهم عارفين باك تاني، افترض ان انا بعد ما شغلت الدايره وقعدت تلف مع نفسها في الاخر خالص طلعت الكيو دي، انا سميت الكيو دي اللي هو الاي بالذات، طلعت الكيو دي بصفر. فالصفر ده هو نفس الصفر ده، فبقى مقلوب هنا، بقى مقلوب هنا، فوصلين لمرحله انه ما بيحصلش اوستريشن في الاوت. لو ده لو كان بيتغير كان هيقعد يقلب اللي بعده يقلب اللي بعده، انما دلوقتي في الاخر لما انا صرفتها صفر اثرت عليه ده بقى واحد وده بقى صفر، ففضلت زي ما هي مفيش اي تغيير، فاستقرت. فدي سميناها الستيبل ستيت. قبل كده ما كانش في ستيبل ستيت لانه كان بيوسليت، صح كده؟ هنا ستيبل ستيت ان الكيو بتاعتك بتساوي زيرو، صح كده؟ طيب ده بافتراض ان انت افترضت ان ايه؟ ان المرضى دي بقت في صفر في البدايه. افترض افتراض العكس، لو انت اول ما تشغل الدايره طلعت معاك من النقطه دي بوان، هتبقى وان. دخل هنا مقلوبه بقت صفر، دخل هنا مقلوبه بقت وان، ثابته برضه. فدي ستيبل ستيت تاني. فطلع معانا دايره اسمها باي ستيبل ايلمنت او باي ستيبل سيركت او باي ستيبل كومبوننت. ستيبل في حالتين، باي يعني اثنين. فيا اما يبقى ستيبل عند الكيو بتساوي صفر
الى فوريفر لحد ما تقطع انت الكهرباء، يا اما يبقى ستيبل عند 1 فوريفر لحد ما انت تقطع الكهرباء. ليه لحد ما تقطع الكهرباء؟ ما ينفعش اغير من صفر ل 1، ما ينفعش اغير من 1 لصفر، هتغير ازاي؟ طب ما عندكش اي انبوت خارجي، يعني انت ما عندكش مثلا مفتاح تفتحه فتقلب من صفر ل 1 او تقفله فتقلب من 1 لصفر. مفيش الكلام ده. هي دي باي ستيبل ايلمنت، بس انت مش هتتحكم في الاوت بتاع عامل ازاي؟ انت هتحصل يطلع صفر ل 1 وبيثبت طول الوقت، ما تقدرش تغيره. بس لو سبت على صفر يبقى صفر، لو سبت على 1 يبقى 1. فده كلام كويس بس يعني مفيد قوي بالنسبه لنا، يعني عايزين نعمل ايه؟ قال لك الموضوع ده لو احنا قدرنا نفكر فيه كده بطريقه ثانيه، انا لو كان قدرت اوصل في النهايه الباي ستيبل اليمنت او سيركت يكون ليها حالتين، يا اما صفر يا اما 1 تستقر عليها طول الوقت، بس انا عندي امكانيه ان انا اغير السيركت دي، تبقى حاجه عظيمه جدا. ليه حاجه عظيمه؟ قال لك افترض كده ان انا عندي دايره اول ما بشغلها مثلا بتطلع صفر، وعندي امكانيه ان انا على زرار معين اغير الصفر ده لواحد او اغير الواحد ده لصفر. يبقى انا كده عملت دايره اسمها ميموري. الرام اللي عندك دي او في حاجات جوه الكمبيوتر كده، انت الدايره دي كانها مخزنه 1 بت. ال1 بت ده يا اما يبقى صفر يا اما يبقى 1. الصفر وال1 ده اللي هو الستيت الاوت بوت، اللي هو الكيو اللي بنسميها الستيت، الحاله بتاعت الدايره. الاوت بوت بتاعك ده يا اما صفر يا اما 1، ده القيمه اللي متخزنه جوه البت ده. فانا لو قدرت ان انا يكون عندي امكانيه او اي طريقه ان انا احول الصفر ده لواحد او واحد لصفر، فكاني بعمل رايت. رايت على الايه؟ على الميموري لوكيشن ده، مش ميموري لوكيشن ده، الميموري بت ده، عشان احول القيمه اللي جواه اكتبها بحاجه مختلفه، يا اما صفر يا اما 1. لو احنا قدرنا نوصل للموضوع ده هيبقى حاجه عظيمه جدا، لان احنا هنقدر نوصل لحاجه اسمها الميموري. هو بعد كده كونت الايه؟ الرام اللي موجوده عندنا. فده كل اللي احنا عايزين نوصله بقى، تمام؟ فده مش اتحقق في الحاله بتاعتنا دي. اتحقق في ايه؟ اتحقق في الحاجه الجديده بقى اللي هي اسمها اللاتش اللي احنا ناخدها دلوقتي، حاجه اسمها اس ار لاتش.